من اسطنبول. بوتين يقول سنستأنف الرحلات إلى مصر بمجرد وضع آلية الأمان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار حظر الرحلات الجوية إلى مصر أمني وليس سياسي، ولا يعني عدم الثقة في القيادة المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الرحلات بمجرد وضع آلية الأمان. وقال بوتين إن القرارات التي اتخذت بشأن حظر الرحلات الجوية إلى مصر لا تعود إلى عدم الثقة في مصر، هذا قرار ليس سياسيا وإنما هو مسألة أمنية. وأوضح أيضا أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بمجرد وضع آليات لضمان الأمان، مؤكدا على ضرورة وجود ممثلين عن روسيا بالمطارات المصرية في كل مرحلة من مراحل التفتيش. انضم إلي عبر الهاتف للتعليق على هذا الخبر الكاتب الصحفي عبد الحميد قطب. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك دكتور أسامة. يبدو أن النظام الروسي الآن لديه رؤية بأنه لا خلاف سياسي مع نظام عبد الفتاح السيسي وأنها مجرد إجراءات أمنية، ما تعليقك؟ أعتقد إن تصريحات بوتين الأخيرة اللي طرح بها اليوم هي نوع من التهدئة مع الجانب المصري، وخاصة بعد إعلان مصر أنها ستشارك في التحالف الإسلامي الذي أسسته المملكة العربية السعودية. فهذا التصريح أعتقد أنه نوع من التهدئة مع الجانب المصري، لأن طبعا من المعروف أن التحالف موجه في الأساس إلى النظام السوري، والنظام السوري بالطبع هو حليف لروسيا، وانضمام مصر إلى هذا التحالف بالطبع سيؤثر على العلاقات الروسية المصرية. فتصريحات بوتين هي نوع من التهدئة مع الجانب المصري من أجل إثنائه عن الانضمام للتحالف. إذن فنحن أمام تصريحات سياسية من المملكة العربية السعودية من جانب، ودعوة مصر وزيادة استثمارات لتحفيز الجانب المصري على المشاركة، وهناك الآن تصريحات سياسية روسية. إلى هذه الدرجة يمثل عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة بنظامه للمشاركة في هذا التحالف أو ذاك؟ بكل تأكيد النظام المصري مهم جدا في وجوده داخل التحالف، وخاصة ان احنا نعرف ان الجيش المصري اصلا دول الخليج تعول عليه كثيرا في اي حروب وفي اي صراعات داخل المنطقة. طبعا احنا شفنا في الوضع في اليمن كانت المملكة العربية السعودية تعول على المشاركة المصرية البرية وحسم مشاركة الجيش المصري وحسم الصراع مع الحوثيين، لكن طبعا تردد عبد الفتاح السيسي وعدم امتلاكه لقرار التدخل البري جعل المملكة العربية السعودية تتراجع وتبحث عن بديل آخر. لكن أعتقد هذا التحالف إلى الآن، أولا مصر إلى الآن لم تشارك في التحالف ولم تعلن جديتها عن التشارك، وهي تعتبر المشاركة في هذا التحالف مشاركة مشروطة. نعم. هي تريد أولا عودة الدعم الخليجي كاملا كما كان في السابق، وأن تكون المجموعة المقربة من عبد الفتاح أو عبد الفتاح السيسي والمجموعة المقربة هم الجهة التي تتلقى هذا الدعم، وليس المؤسسات المصرية اللي هي كمجلس الوزراء مثلا أو غيره. فهو إعلان مشروط بالانضمام للتحالف. أشكرك شكرا جزيلا عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي، كان معنا عبر الهاتف.